أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طلاب ثانوية شركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتناول في هذا الفيديو بعض الأسئلة التي وردت في مادة الفيزياء، وسنتناول جزئيات الميكانيكا، الجزء الثاني، القوة في بعد واحد والقوة في بعدين والحركة في بعدين. السؤال الأول، قوة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام. تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام، هل الأرض تؤثر على الأجسام بقوة مجال أم قوة تلامس أم قوة دفع أم قوة طفو؟ فنجد أن القوة هي عبارة عن قوة مجال، قوة مجال، لأنها تنشأ بين الأجسام دون أن تتلامس. عند وضع كتاب على طاولة، فإن الطاولة تؤثر عليه بقوة تلامس. عند وضع كتاب على طاولة، فإن الطاولة تؤثر عليه بقوة تلامس، كما أن الكتاب أيضا يؤثر عليها بقوة إيش؟ تلامس. إذا أثرت في الجسمين قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه، فإن محصلتهما تساوي صفر. محصلتهما تساوي إيش؟ صفر، لأن المحصلة إذا كانت الاتجاهات متعاكسة فبتكون عن طريق الطرح، وفي الأصل أصلا بتكون واحدة من المتجهين سالبة والثانية موجبة، بالتالي بتلغي كل منهما بعضهما البعض، فبالتالي تساوي صفر. من قانون نيوتن الثاني، فإن وحدة قياس التسارع، وحدة قياس إيش؟ التسارع. هي إيش وحدة قياس التسارع؟ طيب نجي نشوف وحدة قياس التسارع. أنت عندك التسارع إيه بيساوي لك إيش؟ ياما إف تساوي إف تساوي إم إيه، فبالتالي A تساوي F على M. F على إيش؟ على M. ال F يا شباب تقاس بإيش؟ بالنيوتن. وال M تقاس بإيش؟ بالكيلوغرام. فبالتالي يكون وحدة القياس هي عبارة عن إيش؟ نيوتن على كيلوغرام. نيوتن على كيلوغرام، فتكون معك الإجابة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن ب. السؤال الثاني، النيوتن هو وحدة قياس القوة ويكافي. النيوتن وحدة قياس القوة ويكافي ايش؟ تعال نجي نرجع عشان نعرف النيوتن، بنقول انه الاف تساوي الام ضرب ايش؟ ضرب ايه، يعني الكتلة ضرب التسارع. بالتالي وحدة قياس القوة هي وحدة قياس الكتلة في وحدة قياس التسارع. القوة هي النيوتن اللي هي مفروض تكافي الآتي: وحدة قياس الكتلة اللي هي ايش؟ كي جي او كيلوغرام، ضرب ايه، والايه يا شباب التسارع يقاس بالمتر على ايش؟ على الثانية تربيع، فيكون يكافي نيوتن كيلوغرام في متر على الثانية تربيع، كيلوغرام في متر على الثانية تربيع، وهذه هي الإجابة. يقال على الجسم أنه في حالة اتزان إذا كانت محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر. إذا كانت محصلة القوة على الجسم تساوي صفر، عندها نقول أن الجسم متزن. عند تعليق كرة بخيط وتركت في حالة اتزان لتتحرك، فإنها تكون تحت تأثير، أول شيء تكون تحت تأثير قوة الشد في الخيط، وكذلك تأثير الجاذبية الأرضية. إذن معناها حتكون الإجابة ألف، قوة الشد والجاذبية. تستخدم الموازين في قياس كتلة الأجسام. تستخدم في قياس كتلة الأجسام. إذا كان الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحقيقي فإن الجسم يتسارع لأعلى، بينما إذا كان الوزن الظاهري أصغر من الوزن الحقيقي فإن الجسم يتسارع ليش؟ يتسارع لأسفل. بينما إذا كان الوزن الظاهري يساوي الوزن الحقيقي فإن الجسم في هذه الحالة يكون في حالة سكون، أي يكون ساكن. وحدة قياس الوزن في النظام الدولي هي النيوتن.
هي ايش؟ النيوتن. وحدة قياس الوزن في النظام الدولي هي النيوتن. إذا وقفت على ميزان داخل مصعد يهبط بتسارع مساوي لتسارع الجاذبية، تسارع عنده مساوي لتسارع الجاذبية، في هذه الحالة حيكون قراءة الميزان صفر، تكون قراءة الميزان ايش؟ صفر. أما إذا كانت القوة المعيقة كبيرة فإن السرعة الحدية كبيرة، إذا كانت القوة المعيقة كبيرة فإن القوة السرعة الحدية تكون ايش؟ كبيرة. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين مقدار كل منهما 50، الأولى 50 والثانية 50، ولكن متعاكستان في الاتجاه، فتكون المحصلة عن طريق الطرح 50 طرح 50 تساوي لنا ايش؟ صفر. ليش طرحنا؟ لأنهما متعاكستين. لحساب مقدار المتجه المحصل R لمتجهين A و B بينهما زاوية قائمة نستخدم، طبعا يا شباب لما تكون الزاوية قائمة أي تساوي 90، في هذه الحالة بنستخدم قانون فيثاغورس، نستخدم قانون فيثاغورس، وصورته رياضيا هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن R تربيع تساوي A تربيع زائدا B تربيع، R تربيع تساوي أي مربع المحصلة يساوي مربع المتجه الأول زائد مربع المتجه الثاني. ولو جينا لاحظنا بنقول إنه A تساوي AX زائد AY، AX زائد AY اللي هو X المحور X، Y المحور Y، فبالتالي هذه المعادلة تمثل معادلة المحاور، تمثل معادلة المحاور. مقدار المتجه الأصلي، مقدار المتجه الأصلي دائما يكون أكبر من مقدار أي من مركبتين. ليش يا شباب؟ لأنه مثلا لو أخذنا المتجه مثلا 5، المتجه 5 لو مال على أي زاوية في محور X أو أي زاوية في محور Y، عشان أنا أجيب الكوساين دوما أقل من الواحد والساين دوما أقل من الواحد، أو أقول لك إنه دائما الكوساين أكبر قيمة له ممكن تكون إيش؟ الواحد الصحيح أكبر قيمة له، ودي بتحصل لما إيش؟ لما ينطبق المتجه على نفسه، يعني ينطبق على محور X أو ينطبق على محور Y، في هذه الحالة تكون قيمة الكوساين وقيمة إيش الساين تساوي إيش؟ تساوي الواحد الصحيح اللي هي حالة الصفر وحالة التسعين. إذن دوما تكون أكبر من مقدار أي من مركبتين. إشارتا مركبتي متجه تكونان موجبتين إذا وقع كل من المتجه في الربع الأول، يعني إذا كان المتجه موجود في الربع الأول فإن الساين بيكون إيش موجب والكوساين بيكون إيش موجب، فبالتالي تكون الإشارتين موجبتين. تستخدم نظرية فيثاغورس إذا كانت الزاوية بين المتجهين زاوية قائمة فقط، في هذه الحالة تستخدم نظرية فيثاغورس. كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد مقدارها واتجاهها، مقدارها واتجاهها معناه احتاجت إلى مقدار واتجاه، فتكون هي كمية متجه، كمية إيش؟ متجه. مسقط المتجه على أحد المحاور، مسقط المتجه على أحد المحاور، فإذا كان سقط على محور X أو سقط على محور إيش؟ Y، فبالتالي السقوط هنا بيعطيني مركبة المتجه، مركبة المتجه، يعني لما نسقط المتجه على محور X بيعطيني المركبة السينية، لما نسقط على محور Y بيعطينا إيش؟ المركبة الصادية أو الرأسية. الظل العكسي لخارج قسمة المركبة Y على المركبة X للمتجه، طبعا أنت عارف إنه تان ثيتا، تان ثيتا يساوي لك إيش؟ تان ثيتا يساوي لك Y باي X، Y باي إيش؟ Y باي X، يبقى لو أبغى ثيتا حيكون عبارة عن تانوس سالب واحد اللي هي الظل العكسي، الظل العكسي لإيجاد إيش؟ لإيجاد الزاوية، لإيجاد الزاوية وليس الظل المتجه، لإيجاد الزاوية، فبالتالي الزاوية بتعني ليش؟ اتجاه المتجه، اتجاه إيش؟ سوري آسف، هي إنما ميل المتجه، ميل المتجه، الزاوية بتعني ميل، ميل المتجه، تكون عندك هي الإجابة الصحيحة.
زاوية يصنعها المتجه مع محور X عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. هذا محور X، هذا محور X، فيكون ده المتجه. هذه الزاوية اللي هي هاي نلاحظ عكس اتجاه عقارب الساعة، ده اتجاه عكس عقارب الساعة، فيكون معك هذه هي الزاوية اللي هي بتمثل ميل المتجه، ميل المتجه. وهنا يكون معي الإجابة هي عبارة عن دال. إذا كانت الزاوية بين متجهين قائمة، في هذه الحالة زاوية إيش؟ قائمة، فإن مجموع مربعي مقداري المتجهين يساوي مربع مقدار المتجه المحصل. هذه النظرية تسمى بنظرية فيثاغورس أو قانون فيثاغورس، قانون فيثاغورس. مقدار محصلة متجهين مقسوما على جيب الزاوية يساوي مقدار إحدى المتجهين مقسوما على جيب الزاوية التي تقابل، وهذا يسمى بقانون الجيب، يسمى بقانون الجيب. مربع مقدار المتجه المحصل لمتجهين يساوي مجموع مربعي مقداريهما مطروحا منه ضعف حاصل ضربهما. إنه نحن بنقول R تربيع تساوي A تربيع زائدا B تربيع ناقص 2 AB كوساين ثيتا، كوساين ايش؟ ثيتا. وهذا ما يسمى بقانون جيب التمام، قانون ايش؟ جيب التمام. اعطانا قال لنا R سكوير، R سكوير تساوي او R تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، A تربيع زائد B تربيع ناقص، هذا قانون جيب التمام اللي هو ضربهم مع بعض، ناقص ايش؟ 2 AB كوساين ثيتا، 2 AB كوساين ثيتا. قال لك قطع السيارة 3 كيلو متر في اتجاه القرب، 3 كيلو متر في اتجاه ايش؟ القرب، هذا الاتجاه بتاع القرب بقطعة ايش؟ 3. ثم 4 في اتجاه الجنوب، 4 في اتجاه ايش؟ الجنوب، فبالتالي الغرب والجنوب الزاوية بينهما زاوية ايش؟ قائمة، وفي حالة تكون الزاوية قائمة فإن المحصلة R هتساوي المربع الأول زائد المربع الثاني اللي هي هتكون معك 9 زائد 16 تساوي 25، وهذه الـ R سكوير أو الـ R تربيع، إذا الـ R هي عبارة عن جذر الـ 25 اللي هي 5. قال لك AX، AX يا شباب عادة بتساوي لي A كوساين ثيتا، A كوساين إيش؟ كوساين ثيتا، فبالتالي تكون معي الإجابة عبارة عن جيم، بينما AY هتساوي لي أي المركبة الرأسية بتساوي لي A ساين ثيتا، A ساين ثيتا، فيكون معي الإجابة عبارة عن إيش؟ عبارة عن دال. نستخدم قانون إيش إذا علمنا قيمة الزاوية بين المتجهين والزاويتين المقابلتين لهما، عرفت الثلاث زوايا، في هذه الحالة نستخدم قانون الجيب، نستخدم قانون الجيب. قانون جيب التمام يستخدم إذا كانت الزاوية بين المتجهين زاوية غير غائمة، زاوية غير غائمة، فلو كانت غائمة حيكون إيش؟ حيكون قانون فيثاغورس. إذا كانت صفرية معناه في نفس الاتجاه، فبالتالي هيكون المحصلة بالجمع، جمع المتجهين. إذا كانت الزاوية بينهما 180 معناه المتجهين متعاكسين، هذا بيكون في اتجاه وهذا في اتجاه آخر، وهنا تكون الزاوية 180 فبالتالي بيكون بالطرح. هنا زي لو أبغى بالبيان هيكون معي ذا المتجه الأول والمتجه الثاني والزاوية بينهما صفر، فبالتالي هما في نفس الاتجاه، فهنا نجمع. إذا هنا نجمع، هنا نطرح، وهنا قانون فيثاغورس، وهنا قانون فيثاغورس، فبالتالي الحالة التي تستخدم فيها قانون جيب التمام لما تكون الزاوية غير غائمة. المتجه AX، المتجه AX يوازي محور X اللي هو السينات، يوازي محور ايش؟ السينات. في النظام الإحداثي يتقاطع كل من محور X ومحور Y في نقطة معلومة تسمى نقطة الأصل. يعبر طول المتجه، طول المتجه نحن يعني عندنا مقدار واتجاه، دائما طول المتجه دائما يعبر عن المقدار، واتجاه المتجه يعبر عن الاتجاه، إذا طول المتجه يعبر عن المقدار. قال لك إحدى القوى التالية من قوة التلامس، يعني واحدة بس من القوة اللي ذكرت الأربعة هي قوة إيش؟ تلامس. القوة الكهربائية لا تحتاج يا شباب لقوة تلامس،
هي قوة مجال، فيها مجال كهربائي. القوة المغناطيسية أيضا هنالك المجال المغناطيسي، وهي قوة مجال وقوة المجال بصورة عامة. إذا القوة الوحيدة التي تعتبر قوة تلامس هي قوة الاحتكاك. قوة تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس فيما بينها. قوة تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس فيما بينها، هذه هي عبارة عن قوة تلامس. قوة إيش؟ التلامس. سوري، آسف جدا. قوة تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس هي قوة المجال. لا نحتاج إلى تلامس يا شباب، لا نحتاج إلى تلامس، إذا هي قوة المجال. قوة المجال. أي القوة التالية تمثل قوة مجال؟ أي القوة التالية تمثل قوة مجال، أي تؤثر بغض النظر عن وجود تلامس؟ هي الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية. الاحتكاك يحتاج تلامس، الدفع يحتاج تلامس، الشد يحتاج تلامس. إذا القوة التي تمثل مجال فقط هنا الجاذبية الأرضية. هنا في قوانين نيوتن بيقول لك ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته تسمى بالقصور الذاتي. تسمى بالقصور الذاتي. نعم، القصور الذاتي بيعني ممانعة الجسم لأي تغير في حالته. سقوط راكب من على دراجته عند وقوفه فجأة أيضا هو مثال على القصور الذاتي. مثال على القصور الذاتي، لأن الراكب هذا كان متحرك، وأول ما توقفت الدراجة الراكب حاول كجسم حاول أن يحافظ على حالته الحركية، أي مانع التغير في حالته الحركية، فبالتالي هي مثال للقصور الذاتي. إذا أثرت قوة مقدارها 100 نيوتن على جسم كتلته 20 فحركته في نفس اتجاه القوة، في هذه الحالة نبغى مقدار التسارع. قال لك فإن مقدار التسارع يساوي، طبعا يا شباب انت عندك قانون نيوتن اللي هو بتكتبه بأكثر من صورة، ولكن لو أخذت إنه F يساوي M في A، فإن A يساوي إيش؟ يعني هنقسم هنا على M ونقسم هنا على M، فيكون لـ A يساوي F تقسيم M اللي هي F المئة تقسيم M اللي هي الكتلة 20، ومئة تقسيم 20 تعطينا كم يا شباب؟ تعطينا 5. يتناسب التسارع الذي يكتسبه الجسم مع التسارع A يساوي F تقسيم M. F تقسيم M. A و F الاثنان في البسط، إذا العلاقة بينهما طردية. M A و A A و M هذا في البسط والثاني في المقام، إذا العلاقة بينهما عكسية. هذا مفهوم قانون نيوتن الثاني. طيب نجي نشوف الخيارات. قال يتناسب مع القوة المؤثر عليه طرديا، صح والله هو مع القوة طرديا. قال مع القوة المؤثرة عكسيا، لا خطأ. قال مربع كتلته، ليست لدينا مربع. A والسي ودي نستبعدهم، ليست لدينا في القانون ايش؟ مربع. إذا يتناسب مع القوة المؤثرة تناسبا ايش؟ طرديا. شخص كتلته على الأرض 100 كيلو جرام، كم تكون كتلته على سطح القمر؟ كم تكون كتلته على إيش؟ سطح القمر. الكتلة يا شباب هي مقدار ثابت لا يعتمد على الجاذبية، لا يعتمد على إيش؟ الجاذبية، ولا تتغير من مكان إلى مكان آخر. يعني كتلتك على سطح الأرض تساوي كتلتك على سطح القمر تساوي كتلتك على أي مكان آخر، فبالتالي تكون طالما الكتلة هنا 100 فبالتالي على سطح القمر أيضا تكون 100 كيلو جرام. محصلة القوتان، هذه القوة الأولى 225 والقوة الثانية 165، إذا كانتا في الاتجاه نفسه، في الاتجاه نفسه، هذه القوة الأولى وهذه القوة إيش الثانية في نفس الاتجاه، فتكون المحصلة عن طريق الجمع، فنجمع 165 لإيش؟ لميتين 25. 225، وهنا الناتج حيكون معك 5 و5 صفر، واثنين وستة حتكون معك ايش؟ 8، وثلاثة واثنين وواحد حتكون معك ايش؟ 3. اذا هي عبارة عن سوري، هنا ما قلنا 5 و5 بصفر معنا الواحد، حتكون معي هذه عبارة عن
تسعة، إذا 390. 390 إيش؟ 90. ذهب محمد من الشرق إلى الغرب، ذهب من الشرق إلى إيش؟ من الشرق إلى الغرب، يتحرك في هذا الاتجاه. مسافة كم؟ 20. مسافة 20 متر. ثم انعاد 15، ثم انعاد إيش؟ 15، عاد في هذا الاتجاه 15. نعم عاد 15. قال لك أحسب المسافة والإزاح. طبعا المسافة ما هي كمية عديمة اتجاه، ما لها علاقة بالاتجاه، فبالتالي حيكون عندي المسافة اللي قطعها في الأول شرقا 20، واللي مسافة اللي قطعها في القرب في الشرق في ال في ال في الشرق 20، في الغرب 20، وفي الشرق 15. فبالتالي حتكون معي المسافة عبارة عن 35. هذه المسافة ايش؟ 35، قبل ما اشوف الخيارات. بينما الإزاحة، هذين الاثنين في اتجاهين متعاكسين بيلغي كل منهما البعض، فبالتالي بيكون عن طريق الطرح 20 منها 15 حيكون مقدار الإزاحة التي تحركها محمد 5 متر. إذا الخيارات المسافة 5 والإزاحة 35 خطأ، المسافة 5 والإزاحة 5 خطأ، المسافة 35 والإزاحة 5 متر هي الإجابة إيش؟ الإجابة الصحيحة. مجموعة من الأجسام تؤثر فيها قوى باتجاهات مختلفة، أي من هذه الأجسام يكون متزنا؟ طبعا لكي يتزن الجسم يجب أن تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر، أي أن القوة تلقي بعضها البعض. فلو جيت للخيار بي بتلاحظ أنه يمين قوة مقدارها 7 ويسار قوة مقدارها 3، هذا الجسم ليست في حالة اتزان. لو جينا لاحظنا لهذا القوتين الاثنين دين مقدارهم كم؟ مقدارهم 3. ليش؟ لأنه هذه 5 يمين يسار وهذه 2 يمين، فبالتالي محصلتهم 3، هذه 3 وهذه 3، ولكن ليست متعاكسان في الاتجاه، فتكون لهم ايش؟ قيمة معينة، فبالتالي هي غير متزنة. ونلاحظ هذه القوة ايضا، هذه 2 وهذه 3 متعاكسين بتعطينا هنا 1، يبقى على محور اكس 1 وعلى محور واي 5، وهذه ليست في حالة اتزان. اذا الحالة الاخيرة لو جينا لاحظنا اتجاه اليمين واليمين 2 و3 بتعطينا 5، واتجاه اليسار 5، اذا في هذه الحالة القوة متزنة والجسم متزن لان القوة الغت بعضها البعض. في الشكل المجاور حبل كتلته 5 من 10 كيلوغرام شد بقوتين متعاكستين، فتحرك باتجاه اليمين بتسارع مقداره 2، يعني لاحظ تحرك في اتجاه اليمين، إذا معناها القوة يمين أكبر من القوة إيش؟ يسار. بمقدار كم؟ بمقدار جعل أو ولد أو أنشأ تسارع مقداره إيش؟ مقداره 2. فتعال نشوف القوة اللي زايدة في اتجاه اليمين، القوة تساوي M في A، M في A اللي هي 0.5 اللي هي M، 0.5 اللي هي M في A اللي هي معطى عندنا بكم؟ ب2، A اللي هي معطى عندنا بإيش؟ ب2، هذه الـ A، هذه الـ A، فيكون القوة اللي زايدة مقدارا اتجاه اليمين عبارة عن 5 من 10 في 2 بكم؟ ب1. طيب القوة هي يمين 20 وزايدة من هذه بمقدار 1، إذا هذه القوة مقدار عبارة عن 20 طرح 1، وهي تساوي لنا ايش؟ 19، فيكون الإجابة B. سار محمد 8 متر باتجاه الشمال، 8 متر باتجاه الشمال، في هذا الاتجاه سار ايش؟ 8، ثم سار 12 باتجاه الشرق، 12 باتجاه ايش؟ باتجاه الشرق، ثم سار 8 باتجاه الشمال مرة ثانية، 8 باتجاه ايش؟ باتجاه الشمال، هذه 8 باتجاه الشمال لأعلى، باتجاه ايش؟ الشمال 8. مرة أخرى قال لك ما مقدار إزاحة محمد بوحدة المتر؟ ما مقدار إزاحة محمد بوحدة المتر؟ طيب نجي نشوف، هو يتحرك حركتان في اتجاه الشمال، 8 وكم؟ 8، الاثنين في اتجاه الشمال معناه محصلتهم الاثنين مع بعض شمالا هتكون ليش؟ 16، او في اتجاه الشمال 16، بينما في اتجاه الشرق هو ثار ايش؟ مسافة 12، اذا المحصلة هنا هتكون معي عن طريق ايش؟ نظرية فيثاغورس اللي هي اللي بتساوي للجذر ل 16
تربيع زائدا ايش؟ زائدا 12 تربيع. الاثناش ضرب 12 ب 144، و ال 16 هنا حتكون معي 116 ضرب 16 160، 160 10 في 16، وهنا حتكون معي 36، 6 معي 3 96، إذا 296، 256، 256. لما نجمعهم ديل حيعطونا صفر، وهنا حيعطونا ايش؟ صفر، وهنا حيعطونا ايش؟ 4. إذا 400، وال 400 هي مربع للعشرين، هي مربع ايش؟ على 20. يمثل المنحنى المجاور مغذوفا إلى أعلى، فإذا كانت A و C على الارتفاع نفسه، على الارتفاع ايش؟ على الارتفاع نفسه. في هذه الحالة يا شباب نحن طبعا نعرف انه الجسم لما يتحرك لأعلى في كل مرة السرعة بتتناقص بمقدار معين، ولما يصل لأقصى ارتفاع حتنعدم السرعة ويبدأ في العودة، وعندها تبدأ تتزايد السرعة بمقدار ايش؟ بمقدار ثابت كلما اقتربت من السطح. وفي كل نقطة متوازية أو على نفس الارتفاع تكون السرعة لها نفس المقدار، فبالتالي السرعة عند A تساوي السرعة عند ايش؟ B. فبالتالي بنقول V A تساوي V B، أو V B تساوي V A، وهي الإجابة ايش؟ A. أطلقت غذيفة بزاوية 30 مع الأفقي وبسرعة مقدارها 39.2 وعجلة الجاذبية 9.8، يبغى مننا الزمن اللازم للثانية. طبعا يا شباب هنا يبغى زمن الهبوط، زمن الوصول، لا زمن الصعود، فحيكون لزمن الصعود عبارة عن VI، طبعا ما هنا بيميل بزاوية، VI كوساين ثيتا مقسوم على ايش؟ على جي. في اي كوساين ثيتا مقسوم على اي. في اي بكم؟ في اي عن السرعه الابتدائيه اللي هي السرعه التي غذف بها الجسم 30. في كوساين، سوري دي الزاويه، الفي اي عباره عن ايش؟ 39.2، 39.2 ضرب ساين، هذه ساين وليست كوساين، ساين ثيتا. ساين ثيتا بكم يا شباب؟ ساين 30 بنص، نص 0.2 على 9.8، 9.8. لو جينا لاحظنا يعني لما نضرب 39.2، 39.2 ضرب نص، ضرب نص، ممكن ناخذ الفاصلة العشرية هنا مع الفاصلة العشرية في هذا المكان، ناخذ الفاصلة العشرية في المكانين، فحتكون عبارة عن 392 ضرب نص على 98، ضربت في 2 وقسمت على ايش؟ على 2 عشان اتخلص من النص، فيكون ما عبارة عن 392 تقسيم 2 في 9 في 98 ب 196، و 196 هي نص لل 392، فبالتالي تكون الإجابة بالنسبة لي بي اللي هي تساوي 2. قال لك تقف نحلة على حافة عجلة دوارة وعلى بعد 2 متر من المركز، فإذا كان مقدار السرعة المماسية للنحلة 3 متر على الثانية، فما مقدار تسارعها المركزي؟ التسارع المركزي A يساوي مربع السرعة المماثية على إيش؟ على نصف القطر R، على نصف القطر R. هنا قال على بعد 2 متر من المركز، معناه هذه R. مقدار السرعة المماثية 3، يبقى هذه V. إذا معناها في هذه الحالة حيكون معي الإجابة V تربيع اللي هي 3 تربيع بكم يا شباب؟ ب 9 مقسومة على R تربيع اللي هي 9 على 4. 9 على إيش؟ 9 على 4، و 9 على 4 هذه بتساوي لنا 1.5. 1.5، إذا الإجابة 1.5 متر على الثانية تربيع. قال لك جسم كتلته 3 كيلوغرام يدور حول محوره بسرعة منتظمة،
ويكمل دورة كاملة في 20 ثانية، ما مقدار سرعته الزاوية بوحدة الراديان على الثانية؟ طيب هذه الكتلة M، هذه الكتلة إيش؟ M. وهذا قال لك ويكمل دورة كل 20 ثانية، دورة كل 20 ثانية. لما نجي نوجد التردد F هيساوي لي عدد الدورات على الزمن، الزمن الكلي، فبالتالي الدورة واحدة على 20، واحد على 20، واحد على 20 معناه عبارة عن 0.05 اللي هي 5%، 5%، يعني ضربت في 5 وقسمت على 5 صارت معي 5/100 اللي هي 5%. هذا إيش؟ هذا التردد، هذا التردد. هو يبغى مقدار السرعة الزاوية، مقدار سرعته الزاوية. طيب السرعة الزاوية أوميجا تساوي 2 في باي اف، 2 باي اف، 2 باي ايش؟ اف، اي 2 في باي في التردد. حتساوي لي ايش؟ 2 في باي مضروبة في 5 على ايش؟ 5%، يعني 5%، 5% يعني 5/100، كأنه ضربت في 5 وقسمت على ايش؟ قسمت على 100. لما نضرب الاثنين في خم في في 5 بتعطينا 10، ال10 مع ال100 بتعطينا 10، فهتكون عبارة عن باي على 10. باي على ايش؟ باي على 10، هذه هي الإجابة. وفي الختام أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.